أقول ما حكم قراءة عدة ياسين في من ظلمني؟ العلماء طبعا يقولون إن قراءة سورة ياسين أو قراءة الفاتحة أو أي دعاء على الظالم جائز. فقراءة ياسين مرات مثلا 7 مرات أو 40 مرة أو 70 مرة لأنها مجربة لقضاء الحوائج كما ورد في الأحاديث يعني الضعيفة ياسين لما قرأت له، فهي كماء زمزم يعني تشربها بنية كذا أو كذا أو بنية الدعاء على الظالم يستجاب دعاؤك، فكذلك تتوسل بقراءة سورة ياسين أو بالقرآن كله في الدعاء على الظالم هذا جائز، ودعوة المظلوم يعني مستجابة على كل حال حتى ولو من كافر أو فاجر يرفعها الله فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين كما ورد في السنة. فقراءة سورة ياسين أو عدة ياسين هي توسل بالقرآن العظيم في الدعاء على الظالم أن ينتقم الله منه، لكن من غير أي اعتبارات أخرى، يعني يأتي بقالب يكفنه ويضعه أمامه، هذا كلام طبعا لم يرد طبعا في الشرع ولا يصح أن يعمل، يعني يقول نكفن الإيه، نكفن القالب أو نكفن الحجر ونقرأ القرآن، هذا طبعا هذا من علم الركة وليس من إيه الشريعة. نعم، يعني أخذ الفلوس دي على قراءة القرآن هذه إجارة جائزة، هذه إجارة.